نادي الاتحاد يعيش أفضل أيامه بعد ما فاز على الأهلي في الديربي بجدة، وأيضا تصدر الدوري ب 16 نقطة. جمهور الاتحاد أيضا ما زال يتفاعل مع الفوز ويحتفل بلاعبي الفريق اللي قدموا أداء كبير. إدارة الاتحاد نجحت هذا الموسم في تطوير منظومة العمل وتحسين نتائج الفريق بعد عدد من المواسم الكروية اللي صارع فيها الاتحاد شبح الهبوط بالمراكز الأخيرة في الدوري. النمور عائدون، هكذا هي العبارة. طبعا ما في شك انه الاتحاد في الموسم هذا كان مميز، بدايه من مباراه الرائد بعدين مباراه الرجاء، فريق في تصاعد بالنسبه للمستوى، وجود لاعبين اجانب مميزين، اختيار طبعا الاداره بالنسبه للاعبين، زائد انه اللاعبين حسوا انه الاتحاد ما لازم يكون في الموقع يعني الترتيب اللي هو كان فيه العام أو العام، فحسوا بالمسؤولية وهذا انعكس على الفريق ما في شك. هذا التميز لم يكن وليد الصدفة، بل بمنظومة عمل متكاملة بدءا من الإدارة مرورا بالأجهزة الفنية والإدارية وصولا لآخر اسم في قائمة اللاعبين. فملف المحترفين الأجانب يعد واحدا من أسباب التميز الاتحادي هذا الموسم، وهذا الملف تمت إدارته بجهود كبيرة، بدأت منذ صيف العام 2018 بالتعاقد مع البرازيلي رومارينيو، وبعدها بال 2019 بأبرز صفقتين المصري أحمد حجازي في الفترة الصيفية، ومن قبلها الحارس جروهي في الفترة الشتوية، وهذا الحارس كان مثار الجدل بعدما تم التعاقد معه وهو مصاب ليتحول إلى أفضل حراس الدوري. العقيد بكرة خلصها جروهي. اللعبة هي 11 لاعب أو غالباً 22 لاعب، يعني ما ممكن نحن نقول لاعب ولا لاعبين ولا ثلاثة، ولكن في لاعبين يكونوا داخل الفريق مميزين، والأسماء اللي ذكرتيها إذا كان قروهي ولا حجازي ولا رمرينهو من أفضل اللاعبين الأجانب في المملكة يعني في الوقت الراهن. إذا قلتي حراسة قروهي أفضل حارس، إذا قلتي حجازي أفضل مدافع، إذا قلت رمرينهو يعتبر من اللاعبين اللي لعبوا إذا كان في خط المقدمة أو يعتبر اللاعب ما بين همزة الوسط ما بين الوسط والهجوم، فهو بيصنع أهداف وبيسجل أهداف. ركائز المحترفين الأجانب في نادي الاتحاد اكتملت هذا الموسم بالتعاقد مع البرازيلي كورنادو الذي سجل حتى الآن 3 أهداف بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف ليكون الأفضل في الدوري أيضا. خطيرة. والمدير الفني الروماني كونترا كان له دور كبير في إبراز كورنادو بمنحه الحرية الكاملة داخل الملعب.